سلام عليكم يا آل البيت. يعني أنا بصراحة بدي أقول إنه نحن كتير مقصرين بمديح آل البيت، فعملنا لهم أناشيد خاصة بمديح آل البيت. الكلام للأستاذ عبد الله المؤمن والألحان لأستاذي في التلحين وفي آلة العود رحمه الله أستاذ سعيد قطب. هو كان أعطيني أغنية، كان يلحن لي أغاني، فأعطاني أغنية وأنا أولت أخذت اللحن وعملته. هي أغنية ملكي أنا، اسم هي هي أنا هي أنا هي أنا هين هي أنا، هيك الأغنية. قمت أنا أخذت هذا اللحن وركبت له هذا الكلام اللي هو مديح آل البيت، والحمد لله توفقت فيها. هي بألبوم الرضا والنور على ما أظن رقم 19. سلام عليكم يا آل البيت، 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 يا أحباب رسول الله يا آل البيت، أحببناكم في الله يا آل البيت، يا أحباب رسول الله يا آل البيت، أحببناكم في الله يا آل البيت، الله أعطاكم فضلا وأولاكم، الله أعطاكم فضلا وأولاكم، بالذكر سماكم يا آل البيت يا آل البيت، سلام عليكم 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 يا آل البيت، أنتم أسياد للعالم بالطاعة والإيمان يا آل البيت، العالم يتشرف بكم إن أخلصتم للرحمن يا آل البيت، أنتم أسياد للعالم بالطاعة والإيمان يا آل البيت، العالم يتشرف بكم إن أخلصتم للرحمن يا آل البيت، من كل رجس مطهر فوق الرؤوس مكرم، من كل رجس مطهر فوق الرؤوس مكرم ومشرف يا آل البيت، يا آل البيت، سلام عليكم 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 يا آل البيت، أمر المصطفى بالحب والود للعترة يا آل البيت، أمر النبي مطاع فيكم يا سادتي يا آل البيت، أمر المصطفى بالحب والود للعترة يا آل البيت، أمر الحبيب مطاع فيكم يا سادتي يا آل البيت، من كل رجس مطهرون فوق الرؤوس مكرمون، من كل رجس مطهرون فوق الرؤوس مكرمون، مشرفون يا آل البيت، يا آل البيت.
سلام عليكم يا أهل البيت، سلام عليكم يا أهل البيت.